السلام عليكم، ما بيعرفني اسمي ميكا دوغا. وبهذا الفيديو راح تشوف مرحلة مو فرق طائل البادجت من اليوم الأول ليوم 25. ليش ما كملت لل 30؟ الخمس أيام هاي والله هي صار عندي فيها إنه اضطريت أطلع من منطقة لمنطقة، صار في يعني شوي شغل يعني، فهل خمس أيام ما صار وقتها، فطلعت أنزله ما أنزله، قلت لحالي يعني مبين من أول يوم الأول ليوم 25 راح أنزله يعني، وإن شاء الله في فيديوهات الجاي راح أنزل على اليوتيوب، أحمل فيديو إن شاء الله كل يوم ثلاثة وجمعة، وإن شاء الله بعد أسبوع راح أنزل لكم طريقة أعمل هذا الستاند مثل ما شايفينه، إن شاء الله بعد أسبوع إن شاء الله راح أنزل لكم إياه، بس لما يكتمل عندي الأفراح عشان أوديكم شو بطلع عليه وشو بجوجحوا الجرس إن شاء الله. وفي فيديوهات كتير ان شاء الله يعني اشتغلت عليها وعم بجهزها، بستنى بس التجربة المقاطع.